وفضاء لتبادل الثقافات الإنسانية. هذا هو شعارنا من خلال هذه الدورة، نتمنى أن تكون موفقة كسابق الدورة. الدورة الثانية عشر.
10 لمهرجان ماطا، مهرجان كل واحد باسمه ولقبه. أهلا وسهلا بكم في الدورة 12 لمهرجان ماطا للفروسية. خير من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا